وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر انتهجت مسارا غير نمطي للوصول إلى نمو حقيقي في الدولة. وخلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أكد الرئيس السيسي ضرورة تغيير مفاهيم الأسرة بشأن مسارات التعليم التي يختارونها لأبنائهم. بس أنا بقول لكل أسرة مصرية عندها أولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي، إذا كنتوا عايزين تعملوا لأبنائكم ولبلدكم حاجة، خليكم في اللي أنا بقول، اللي إحنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل بمئة ألف وأكتر من مئة ألف كمان، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما أجيب أسماء دول. في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا، لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي دكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده نص مليون.